إعصار يضرب كوريا الجنوبية وظاهرة فيجوارا، فما هي هذه الظاهرة؟ وهل حدثت من قبل في بحر العرب؟ إعصار هنام نور الذي وصل في أحد مراحله الدرجة الخامسة، وهي الدرجة القصوى على سلم تصنيف الأعاصير المدارية، كنتيجة لحدوث ظاهرة نادرة تعرف بتأثير فيجوارا، وهي ظاهرة فريدة تتمثل بتفاعل بين نظامين مداريين، وتحدث عندما تتحرك دوامة الحالات المدارية على مقربة من بعضها البعض ليحدث تفاعل ثنائي، ويلتف كل منهما حول الآخر ويندمجان كنظام مداري واحد. وتسبب الإعصار الذي ضرب كوريا الجنوبية صباح يوم الثلاثاء بحدوث فيضانات عارمة وسيول بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، وتسبب أيضا بارتفاع أمواج البحر المتدفق على اليابسة بسبب طبيعة الأراضي المنخفضة، ولقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم في ظل هذه الظروف الجوية. ونتوجه بالسؤال هنا وعلى غرار المحيط الهادئ، فهل سبق وأن حدثت هذه الظاهرة وهي ظاهرة فيجوارا النادرة في بحر العرب؟ ويجيب المختصون في مركز طقس العرب أن تأثير فيجوارا قد حدث من قبل في بحر العرب في أكتوبر عام 2019، وكان بين الحالتين المداريتين مها وكيار، إذ كانتا هذه الحالتين هما أول عاصفتين مداريتين تسجل في بحر العرب في آن واحد في تاريخ السجلات المناخية الحديثة. وقد صرف الله الإعصار كيار المدمر عن أجواء السلطنة ومر بردا وسلاما بفضله، حيث تمثلت تأثيراته حينها بتدفق سحب متفرقة سكبت غيثا مباركا على بعض أجزاء السلطنة. ومن بحر العرب إلى الأراضي الباكستانية التي شهدت فيضانات عارمة وصفت بالأسوأ في تاريخها. تعيش باكستان الآن في خضم كارثة بعد الفيضانات الشديدة التي سببتها الأمطار الموسمية هذا الصيف، والتي أدت إلى عدد هائل من الضحايا والأضرار، فضلاً عن الانهيارات المذهلة للمباني في جميع أنحاء البلاد، وهو ما جعل رئيس الوزراء الباكستاني يصفها بالأسوأ في تاريخ باكستان. وأدت الفيضانات التي بدأت من مطلع يونيو في باكستان إلى سقوط 1061 قتيلاً بحسب آخر حصيلة صادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، وأثرت على أكثر من 33 مليون شخص، وألحقت أضراراً بالغة بما يقارب من 1,000,000 منزل. وفي خضم هذه الكارثة كثرت التساؤلات عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث هذه الفيضانات وتبعاتها. وفي الإجابة قال خبراء طقس العرب أن موجات الحر المتتالية التي ضربت باكستان والارتفاع القياسي في مستويات درجات الحرارة هو ما أدى بدوره إلى حدوث انهيارات جليدية تشكل على إثرها الفيضانات في العديد من المناطق، وأدى إلى زيادة في منسوب مياه الأنهار. وكان للرياح الموسمية أيضا كلمتها الأبرز خلال أشهر الصيف المنصرمة، والتي عملت على هطول كميات كبيرة من الأمطار في العديد من المناطق، مما زاد هذا الأمر سوءا. وبالرغم من ذلك أكد خبراء مركز طقس العرب أن باكستان لها تاريخ طويل من الفيضانات الكارثية، بحيث تخضع هذه الأمطار لدورات مناخية وتتكرر في الأراضي الباكستانية في كل عدة سنوات، آخرها كان في عام 2010، وأودت حينها بحياة أكثر من 1,700 قتيل.